للمزيد عن هذه الجهود المصرية بيسعدنا أن نرحب بدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. صباح الخير يا أستاذ باسم، سعيد بوجودي مع حضرتك، وأهلا بالسادة المشاهدين كسترا نيوز. إحنا اللي بنتشرف دايما بوجود حضرتك معنا، واسمح لنا نبدأ من أحدث هذه الاتصالات وهذه الجهود المصرية المكثفة، واللي كانت بالأمس مع إذن الرئيس الأمريكي جو بايدن. كيف تقرأ الجهود المصرية في الوصول بشكل سريع إلى تهدئة الأوضاع وإيجاد هدنة تسمح ببداية حتى حل لهذه الأزمة يا دكتور حامد؟ طبعا يعني في زخم كبير جدا في السياسة الخارجية المصرية، وهناك رغبة حقيقية من قبل المجتمع الدولي للتواصل مع الدولة المصرية لتوحيد المواقف، للعمل على إيجاد تسوية حقيقية للأزمة والحرب الممتدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأيضا هذا الزخم ما هو إلا رسالة وإيمان من المجتمع الدولي بمحورية مصر للتعامل وإيجاد حل شامل ودائم، والعمل وبشكل كبير على إيجاد تسوية تكون مخرج لحالة الانسداد السياسي في قضية هي قضية مصرية بامتياز. تسعى الدولة المصرية من خلال هذا الزخم إلى إيجاد رؤية مشتركة مع شركائها الإقليميين والدوليين. هذا الزخم واتصال الرئيس بايدن بالرئيس السيسي بالأمس، طبعا يعني كان في زيارة قبلها مباشرة لوزير الخارجية الأمريكي، وتم التباحث مع الدولة المصرية للعمل وبشكل كبير أولا على وقف الاعتداء المتكرر والغاشم على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فتح معبر رفح لإيصال المساعدات لقطاع غزة، أيضا فتح ممرات إنسانية، عدم توجيه عقاب جماعي للأشقاء في قطاع غزة، توقف بشكل واضح ورفض مصري حقيقي لخطة أو للمخطط الشيطاني الإسرائيلي في محاولة تهجير قسري لأكثر من 1.1 مليون نسمة من شمال قطاع غزة إلى جنوب سيناء، و ثم بعد ذلك محاولة العبث بالأمن القومي المصري ونقل هؤلاء إلى سيناء، كلها مخططات وكلها رؤى مشتركة. ومن خلال هذه التجمعات الكبيرة في الأفكار نجحت الدولة المصرية في إحداث اختراق ولو نوعي، لأن أصبح هناك تغير في الموقف الدولي بعد اليوم الأول والثاني للعملية. أصبح هناك إيمان حقيقي من المجتمع الدولي بأحقية الفلسطينيين في إقامة دولتهم العادلة، في العمل على أنه لابد من إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفك الحصار الممتد منذ أكثر من 16 عام. نعم يا دكتور حامد، يعني هناك اتصالات مع جميع زعماء العالم المعنيين بهذه القضية، وبالتالي الاتصالات لم تكن فقط مع الجانب الأمريكي ولكن حتى مع الجانب الروسي، الفرنسي، الإيطالي، الكندي على مدار الأيام حتى الماضية. إذا عدنا حتى إلى ما قبل الأمس، الاتصالات مع ربما يعني كل يعني جميع القارات كان هناك دائما اتصال بزعماء بها. شايف حضرتك من الطرف الأقدر على إحداث فارق وإحداث ضغط حقيقي يستطيع من خلاله وجود تهدئة في الفترة الحالية؟ طبعا يعني منذ أن أتى وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل في اليوم الأول، وهو أظهر أنه أصبح طرف غير محايد، وبالتالي مصر لا تعول على الدور الأمريكي فقط. الدور الأمريكي مهم لأنها هي القادرة على لجم إسرائيل للتوقف عن سياستها الاعتدائية والتعسفية بشكل واضح، ولكن مصر الآن بتعول على المجتمع الدولي، وبالتالي تحركت على كافة المحاور والاتجاهات كما حضرتك أشرت، يعني اتصالات متكررة ولقاءات وزيرة خارجية فرنسا، اتصال مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، مع رئيس وزراء كندا، مع المستشار، كلها لقاءات تدل على محورية الدولة المصرية وبأن هناك ثقة كبيرة في المجتمع الدولي بالرؤية المصرية وبضرورة إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية. وهذه القضية التي يعني نجحت الدولة المصرية ليس الآن، ولكن كان في جهود كبيرة جدا للدولة المصرية لعودة القضية الفلسطينية إلى سدة المشهد الدولي مرة أخرى، ونتيجة لذلك مصر بترتب الآن لعقد قمة السبت القادم، وهي قمة إقليمية دولية وستكون بمشاركة واسعة، ودي دلالة على نجاح الدبلوماسية المصرية في عودة تصدر القضية الفلسطينية للمشهد الدولي مرة أخرى. وأرى أن هذه القمة ستكون لها مخرجات قوية، ستحاول أن تلزم إسرائيل
بمسار سلام، بإنهاء حالة الانسداد السياسي، بعدم تكرار هذه الأحداث مرة أخرى وسقوط الكثير من الضحايا والأبرياء. كلها ستسعى الدولة المصرية إلى العمل على تنفيذ هذه المخرجات وأن تكون ملزمة لإسرائيل للتوقف عن السياسات أحادية الجانب. طيب يمكن يا دكتور حامد الأيام والسنوات الماضية بتثبت ضرورة أو ثبات الرؤية المصرية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وضرورة الحل المصري إيجاده على أرض الواقع، لأنه من دونه لن تكون هناك أو لن يكون هناك حل للقضية الفلسطينية، وبالتالي لن يكون هناك سلام أو استقرار في هذه المنطقة أو حتى في العالم. ده ربما الأحداث بتثبته يوما بعد الآخر. من وجهة نظر حضرتك يعني الرؤية الآن للثوابت المصرية مختلفة عما سبق في هذا الشأن؟ يعني لو المجتمع الدولي كان أدرك أهمية الرؤية المصرية ونظر بنظرة واقعية حقيقية للدولة المصرية وسياستها الخارجية من عدم استمرار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ما كنا قد وصلنا إلى هذه النقطة الخطيرة التي من الممكن جدا أن تفضي إلى اتساع رقعة الصراع لتصل إلى حرب إقليمية. ولكن تخاذل المجتمع الدولي وتراجعه عن دعم القضية الفلسطينية وعدم إيمانه بالرؤية المصرية في حل إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية هو ما أوصلنا إلى هذه النقطة التي في ظني وتقديري ستحتاج الكثير من العمل الشاق لعودة الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى. وبالتالي الدولة المصرية لديها ثوابت واضحة فيما يخص القضية الفلسطينية وضرورة إقامة دولة عادلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. جزيل الشكر لحضرتك على كل هذه الإيضاحات الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، وعلى وجودك معنا عبر الهاتف. ألف شكر.